تدب الحركة في شوارع العاصمة تونس أثناء شهر رمضان. يستعمل التونسيون عبارة فاحة ريحة رمضان للدلالة على شهر الصيام. تكتظ أسواق التوابل والتمور بالزبائن الذين جاءوا بحثا عن مؤونة رمضان. التونسي ثم أنواع في التونس، ثم اللي حاضر بفحات وحده ديري في الدار يأكل العادة تابل كعبو الكروية كعبو الثوم كعبو الفلفل شايح ويرحي وينظف في الدار وحده ديري. في سوق التمور يقف الباعة أمام المحلات عارضين عراجين التمر ذات اللون الذهبي المتلألأ، وتعج الأسواق بالباحثين عن ألذ الأنواع. فالإفطار في عادة التونسيين لا يكون إلا مع بعض حبات التمر وكأس من الحليب. تعودنا كتونس الدبلة تكون حاجة أساسية على الطاولة تاعنا، كنت سواء في السحور ولا في سوق التمر. يعني الدبلة يكثر عليها الطلب في سيد رمضان، يعني التونس يقبلوا برشا على الدبلة ويحبوا أنها تكون موجودة معاهم. كل شيء يشربوا الصباح مع الحليب وشطر فترة يحبوا مع البن ولا حليب. قبالة سوق التمور تفتح العشرات من محال التوابل أبوابها أمام ربات البيوت لشراء ما يلزمهن في هذا الشهر المبارك. في رمضان المرأة التونسية تحضر بصفة عامة عودتها اللي تسحقها، المهم تكون عولتها كاملة، أخطر في رمضان ديما فمك شهوة زايدة أكل قوم تاع الحاجة العربي خاصة، دونك الأكثرية تمشي للعولة الزمنية اللي تشريها هي اللي هي تحضرها وحدها، سينو في رمضان تونسي وشهوي برشا. هنا تعرض مختلف أنواع التوابل التونسية التي لا تستغني عنها ربات البيوت لإعداد ما لذ وطاب من أطباق خاصة بهذا الشهر الذي تكثر فيه شهوات التونسي. وفي حين يخير بعضهن شراءها جاهزة، لا يزال البعض منهن يتمسك بعادة رحيها في بيته بعد تنظيفها بعناية. من أشهر هذه التوابل التابل والكروية ورأس الحانوت والفلفل الأسود والفلفل الأحمر المجفف، إضافة إلى مختلف أنواع الشربة والحلالم والنواصر، وكلها أنواع عساء لا تغيب عن مائدة رمضان التونسية. كريمة محمد، المشهد، تونس.